السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعنا الغاليين. معكم يوسف بقناة جو أوتوموبيل. طبعاً اليوم حنا متواجدين بصالة التركي للسيارات بمكة المكرمة، بالتحديد بقسم السيارات المستخدمة. بنعرض لكم على السريع أفخم سيارتين للصانع الألماني بي إم الفئة السابعة موديل 2017، بالإضافة لمرسيدس إس كلاس موديل 2018. طبعاً المرسيدس أعلى من البي إم بعدة فئات أو بميزات كثيرة، ما راح تكون بينهم أي مقارنة، لكن راح نشرح تفاصيله وبعض مميزاتها بشكل سريع. من التقنيات اللي عجبتني في الإضاءة بالنسبة لمرسيدس إس كلاس، طريقة الإضاءة فيها أما سيارات بي إم فمعروف في إضاءات اللي فيها اللي هي الليزر، فبعرضها لكم. لكن خلونا نبدأ نشرح مواصفاتها، بعد كذا نشرح تفاصيل الإضاءة ونوريكم إضاءاتها بشكل كامل. فمحرك مرسيدس 8 أسطوانات دفع رباعي 4000 سي سي، بالنسبة للأحصنة فيها 469 حصان والعزم 700 نيوتن، محرك جدا جبار. أما بالنسبة للبي إم ف2000 سي سي 4 أسطوانات، الأحصنة فيها تقريبا 360 حصان. بالنسبة لمرسيدس زي ما قلنا ما فيها أي مقارنة بينها وبين بي إم، لأن المرسيدس أعلى منها في المواصفات والمميزات بكثير. فحبيت أتكلم عن تفاصيلها بشكل مختصر وسريع. أعرض لكم داخلية مرسيدس إس كلاس، نشوفها كذا، نشوف بعض التقنيات اللي فيها. هذه طبعا مثل ما ذكرنا بداية المقطع السيارتين في قسم السيارات المستخدمة. بالنسبة للتقنيات اللي موجودة في مرسيدس جدا عالية وجميلة جدا، على سبيل المثال ذاكرة بالمراتب بالإضافة للقيادة الذاتية، مراتبها بشكل كامل جلد. الجير فيها 9 سرعات، طبعا التحكم بال نقول بالعامية ماوس أو فارة مثل ما يقولون، لجل التحكم بالشاشة. نشوفها بالخلف، أبوابها شبط أو سحب، هذه بالخلف. التحكم الخلفي والريموت، أوامر صوتية وشاشات بالمراتب بالخلف. إضاءتها الداخلية ليد. من المميزات اللي عجبتني بعد التحكم الخلفي الكامل بالمراتب من ناحية التبريد والتصخيم، بالإضافة لذاكرة بالمراتب الخلفية. هذه فتحة تكييف بالخلف، فورماتيك دفع رباعي إس كلاس 560. نشوف الإضاءة الخلفية، هذه لو نتكلم عن مواصفات أو نتكلم عن جودة السيارات الألمانية فما عاد فيها أي كلام، لأن السيارات الألمانية وصلت أعلى معايير في الجودة. فالتنافس بين السيارات الحين من ناحية التقنيات أو نظام الاستشعار اللي فيها، فمثل ما قلنا التنافس على من ناحية التقنيات لا غير. طبعا التقنيات في السيارتين جدا عالية، نظام الاستشعار في السيارتين
القيادة الذاتية مواصفاتها حلوة وعالية. هذه التحكم بالخلف. منظور السايق. هذا الجير. والماوس. طبعا تشغيل زر. قلنا ما فيها اي مقارنة لان حتى هذه ما فيها مواصفات خلفية كثيرة. طبعا نعرض لكم على السريع. طبعا مثل ما ذكرنا السيارتين في قسم السيارات المستخدمة. هذه تفاصيل العدادات والأسعار بشكل سريع. نشوف المساحة الخلفية في المرسيدس. شنطة فيها كهربائية. هذه الثلاجة الخلفية. طبعا تتميز بمساحة جدا كبيرة. سيارة بي ام كلها مساحتها كبيرة وواسعة حتى واضحة من المراتب الخلفية. خلونا نشوف. للأسف بس فتح الشنطة. أما بالنسبة للإقفال فلازم تتقفلها بنفسك. إضاءات ترحيبية طبعا فيها إضاءات ترحيبية. هذا من منظور السائق. فيها بعد نظام الاستشعار برفع الصوت وتغيير القنوات. هذه الأنظمة اللي أتكلم عنها. طبعا هذا الجير. بالنسبة للمسند الوسط طبعا ما في مساحة كبيرة على عكس السيارات على عكس سيارة مرسيدس جدا فيها مساحة لأن الجير فيها بهذه المنطقة فتعطيك هنا مساحة تعطيك هذا الجزئية مساحة. طبعا شاشات ديجيتال. تخشيبة فيها أكيد من أفخم أنواع الخشب. مثل ما ذكرت ما راح نتكلم في جودة الصناعة أو جودة القطع لأن السيارات الألمانية بشكل عام أتخطط موضوع التقييم الجودة من زمان. حاجة مفاجئة 2000 سي سي بالنسبة للسيارة بهذا الطول بهذا العرض. لكن مثل ما ذكرت المحرك فيها جدا عالي أو ضخم. حبيت أعرض لكم مواصفاتها بشكل سريع. أتمنى عجبتكم التغطية. آخر حاجة مثل ما ذكرنا بالبداية نشوف الإضاءة في مرسيدس أو نشوف الإضاءة في البي ام. الإضاءة يعاني
الشبكة الأمام فيها تقنية إنها تنفتح تلقائية وتتقفل. هذه من الميزات اللي جات في 2018 تقريبا أو 17. بالنسبة ل 2020 ترى شكل البي ام في 2020 أكيد موجود في أسواقنا، ولكن شكله جدا جميل وأجمل من كذا بكثير. بالنسبة ل 2020 هذا باختصار، حبيت أشرح لكم تفاصيلها بشكل بسيط ومواصفاتها بشكل سريع. أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. في النهاية لا تنسون دعمنا بالقناة والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. هذه التغطية ما كانت على سبيل المقارنة بس شرح مواصفات سريعة ما بين السيارتين. فإذا ودكم أي في شرح أي سيارة أو أي مواصفات بتشوفونها مناسبة إني أصورها لكم، لا تكتبونها في قناة التعليقات. في أمان الله.